السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أغتنم الفرصة لتقديم الشكر لمركز الملك عبد العزيز لحوار وطني في هذه التظاهرة الجميلة الراقية التي تعنى بفن الخط العربي. حوار الخط العربي حوار بين الفني وأهله ومحبيه ومريديه، حوار ما بين الخط وأنواعه وتمظهراته وجمالياته، حوار عمره أكثر من 1000 سنة أنتج لنا عشرات العشرات من أنواع الخط العربي يتجدد بحلة جميلة جديدة في فرصة يعتني بها ويهتم بها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في هذه التظاهرة التي تحمل حوار الخط العربي.